جود افترنون اصحابي الحلوين، كي جي تو، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ معانا ستوري حلوه قوي قوي في تشابتر 3 ان ذا سيم 1. يلا بينا نشوف الحدوته بتاعتنا. يلا ليتس جو. الستوري بتاعتنا النهارده يا حلوين اسمها 2 feet 4 paws. يعني ايه؟ تعالوا بينا نشوف الستوري بتاعتنا واحنا نعرف يعني ايه. كان عندنا اسمه حمزة. صديقنا حمزة راح رحلة، راح حديقة الحيوان، راح الزو. زو يعني حديقة الحيوان. طيب وشاف مين فيها؟ اول واحد شافه في حديقة الحيوان الدونكي، شاف الدونكي. طيب وهقول على سر، حمزة بيقدر ان هو يتكلم مع الحيوانات زي افلام الكرتون. تعالوا بينا نشوف الدونكي قال ايه لحمزة. الدونكي لما حمزة شافه قال له ازيك يا دونكي، عامل ايه، اخبارك ايه، عامل ايه، ممكن اسألك شوية اسئلة؟ قال له ايوة طبعا ممكن، اتفضل، عايز ايه؟ بس الاول قولي انت اسمك ايه. قال له انا اسمي حمزة. هنبدأ بقى دلوقتي نشوف حمزة قال ايه للدونكي والدونكي قال له ايه. بدأ يسأله، ازيك، انا كنت عايز اعرف انت بتاكل ايه. قال له انا باكل البرسيم. قال له برسيم؟ اه البرسيم ده اللي هو البلانتس. يبقى انت بتاكل البلانتس. يبقى الدونكي ايت بلانتس. قال له اه يبقى انا باكل البلانتس، اكيد انت عارف اكتر مني. قال له اه. طيب وقال له طب انت بتتنفس ولا ما بتتنفس؟ قال له ايوه انا بتنفس طبعا، امال انا بتنفس ازاي؟ قال له يبقى صح كده، يبقى انت بتحتاج فود وإير. قال له كمان بشرب مية كتير. قال له ايوه وودر. يبقى الدونكيز كلهم need food water air. واكيد طبعا يا دونكي انت عندك بيت. قال له ايوه طبعا اكيد، امال انا هعيش كده في الفاضي؟ لا ليش ليه بعيش فيه. قال له اه يعني قال له ايوه انت بتقول عليه ده شيلتر. طيب وطيب دونكي في الفارم. قال له ايه فارم ده؟ قال له الفارم ده اللي هي المزرعة. قال له ايوه وكمان انا ممكن اعيش في الصحراء. قال له ايه ده انت زي الكامل. قال له ايه الكامل ده؟ قال له الكامل اللي هو بيعيش في الديزرت. ما هو الكامل بيعيش في الديزرت. قال له ايوه انا ممكن اعيش في الديزرت وممكن اعيش في الفارم. طيب انت عندك حاجة مميزة؟ قال له ايه حاجه مميزه؟ قال له انت بيج ايرز. قال له اه انا عندي بيج ايرز هي حلوه جميله ربنا خلقها لي. وانت كمان ده انت عندك كمان اربع، عندك فور. قال له فور ايه؟ قال له عندك فور هوفز. فور هوفز. قال له ايه هوفز دي؟ يعني ايه هوفز دي يا حمزة؟ قال له يعني يا دونكي ان انت عندك الفيت بتاعتك اسمها هوفز. ايوه. قال له كمان بشوفك في بتساعد الفلاح، بتساعد الفارمر. قال له ايوه ده انا بساعده كتير قوي وبحب ان انا اساعده. قال له ايوه يبقى انت كل الاول دونكيز هيلب اس ورك، بيساعدونا في شغلنا. طيب ودي حد الستوري الاولانيه ذا فيرست ستوري ويز ذا دونكي. طيب الستوري الثانيه بقى